انت في فتره من الفترات ودي كانت يعني يعتبر اكبر ازمه او بدايه الازمات احمد محسن. اه بعد نزول بوست ليك على السوشيال ميديا لموقع مراهنات. اه كان بقى القصه اللي حصل. هو انا حد قال لي هتعمل هنعمل اعلان، وقلت بقى ناخد رقم كويس وفلوس وبتاع. طب ايه الاعلان؟ فيش الاعلان، هو ابلكيشن ما تقليش السايت بتاعك، ابلكيشن احنا هنبعت لك لينك، تضغط على اللينك هيوديك للابلكيشن ده، تتفرج عليه وتشوفه وتقول لنا وبتاع والكلام ده. مش عارف الابلكيشن، كنت مش عارف، اتضحك عليا وبعت لي اللينك وضغطت عليه، راح نزل بوست عندي على الفيسبوك. ما لحقتش، شلته بسرعه طبعا، ما كنتش بس اتقفشت قفشت اتقفشت ما قفشتش. ايوه اتقفشت من ما لحقتش اصلا. انا لما شفته اتفاجئت، يعني انا دوست على اللينك، انا بقى بتفرج على اللينك، بتفرج لقيته الموقع، لقيت محمد غبي كده الحق ده انت نازل على الاكونت بتاعك كذا، رحت داخل بسرعه عامل ديليت. ده صوت اللعيبه ده في كارثه هنا. وبسرعه طبعا عملت ديليت وعملت مشكله كبيره معاهم جدا، وقلت لهم حتى بعت لهم فويسز كتير ان انا هشتكيكم وان انا اقاضيكم، لان ده نوت فير. يعني انت بتقول لي حاجه وبتعمل حاجه تانية، بتقول لي ابلكيشن وبتقول لي ادخل شوف الرابط ايه الموضوع، الاقي الدايركت تحول عندي على السؤال الطبيعي اللي انت حد يديك فلوس وتبقى مش عارف اصلا ده ايه. ما انا داخل اتفرج، يعني انت اصلا يعني انت هم عاملين حاجه انا لسه بتفرج، انا لسه ما وافقتش. هو عامل حاجه كده تضغط عليها تعمل لك زي الهاكر كده، شفت انت في حاجات كتيره زي دي، هو كان عامل حاجه شبه دي.